يقول: أنا كنت أعمل عند أحد رجال الأعمال الأغنياء، فكان إذا أراد توزيع الزكاة أقدم له أسماء وهمية لكي أحصل على نصيبهم من الزكاة منه، وفعلا يدفع إلي أموالا لتوزيعها على من أدليت بأسمائهم، مع العلم أنه ليس لهم وجود. فأقوم أنا بتوزيع شيء منها على بعض الفقراء المستحقين، وآخذ لنفسي ما تبقى، علما أنني أعول أسرة وأولادا، ولكنني أنا الآن نادم على ما حصل مني، فماذا علي أن أفعل لكي تصح توبتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن أمر الزكاة أمر عظيم ومسؤولية مهمة، لا يجوز التلاعب بها والاحتيال على أخذها بالصفة التي ذكرتها أيها السائل، من أنك تذكر أسماء وهمية للمزكي لتأخذ لها ثم توزع هذه الزكاة على ما تريد من أشخاص آخرين وتخص نفسك بقسم منها. الواجب عليك أن توضح الحقيقة للمزكي وأن تبين له واقع الأمر بالنسبة لك وبالنسبة لغيرك. أما ما فعلته من هذا الاحتيال هذا لا يجوز، وهذا من باب الكذب والاحتيال، وقد أسأت في ذلك. ولكن ما دمت أنك قد ندمت على هذا وأدركت خطأك وتبت إلى الله، فنرجو أن الله يتوب عليك فيمحو ما علق بك من الإثم. ولكن إذا كان المال في مقدورك رده إلى المزكي وإخباره بالواقع ليعمدك بدفعه مرة ثانية تعميدا صحيحا، هذا أمر واجب. أما إذا كان لا يمكنك استدراك المبلغ وأنه قد انتهى وأنت لا تقدر على رده إلى المزكي، فنرجو أن يكون قد أخذ مجراه وأن يكون قد بلغ مبلغه إن شاء الله، والله الموفق. بارك الله فيكم. لو استباح صاحب المال في هذا المال وأباحه، هو الزكاة ليست لصاحب المال، ليست حقا لصاحب المال. نعم، أنا حتى لم أكمل سؤالي، أقول وأباحه، هل يلزم بعد أن يبيحه أن يدفع بدلا عنها إلى الفقراء بمقدارها؟ من يلزم صاحب المال؟ صاحب المال دفع، ولكن الذي أساء هو الذي أخذه، هو الذي يلزمه غرامتها. نعم. الذي أخذها يلزمه غرامتها إذا كان يقدر على هذا، أن يردها إلى المزكي ليعمده تعميدا صحيحا من جديد. نعم. أما المزكي نفسه فقد دفعها، الغرامة صارت على الذي أخذها. نعم.